السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، مدة طويلة وأنا نعاني من سنة 1999 ومن سنة 1993 اللي ديت الباك هنا في المنيا وطلعت لجامعة قسنطينة سنة 1996. ديت شهادة ماناجمنت سير، دخلت كمعلم. بعد 6 شهور طلبوا مني الرشوة، رفضت، خرجوني، دخلوا طفلة في بلاصتي. اضطريت أنني نخدم مع الوالد، خدمت مع الوالد 16 عام، ومن بعد الوالدين احنا في جيش ما كانهمش كما يقولوا العنب، خرجني من الخدمه لا فول لا حمص. يعني عندي 5 سنوات درك الان، عندي ثلاث ولاد وامهم. 5 سنوات مانيش خدام، لقط منه ومنه 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 ومنه، دير المحل الفارغ كما راكم تشوفوا. ها المحل الفارغ، فارغ، فارغ، كاين والو. الشيء الوحيد اللي راني ندير فيه جماعة، ها هذا اليوتيوب. اليوتيوب ها هو اليوتيوب تاعي. اليوم الانترنت مش مليحة خلاص، شوفوا الحانوت كيفاه مروي. ها هو اليوتيوب تاعي، هاي الرمز تاعي، وما كان والو. انا على بالي بلي ميمدو لي حتى حاجة. طول حياتي ضد النظام تاع بوتفليقة، وفي الاخر لا شيء، ربنا رزق. بعد الرسائل بلاك 5000 6000 رسالة، منشفاش عدد الرسائل، بلا حساب، يوميا نكتب. مديرية تشغيل جيج، مديرية تشغيل قسنطينة، مديرية تشغيل خنشلة، مديرية تشغيل باطنة، مديرية، ولا واحد رد عليا. شوف الورقة دي كانت نبات، لا حياة سليم تونس. الولاد دي طلبوا مصاريف وكل شيء، وانا عايش في الدار تاع الشيب، والشيب في اي لحظة كل يوم يهددني بالخروج، كل يوم يومين خرج عليا، خرج عليا، ما نحتاجكش. رغم انه السبب الاول والاخر في الشيء اللي وصلت ليه. والله يا جماعه تعبت، صدقوني. حاولت نطلع على الريف ندير مزرعة، ولكن للأسف الشديد سمحوا لي، وبارك الله فيكم، جزاكم الله بخير.